معنا محمد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين. اولا صباح الخير. صباح الخير ابو محمد. صباح الورد. احنا موجودين هنا في حي وادي العين. هذا الحي على فترة سنوات طويلة عانى عدم وجود شوارع، عدم وجود إنارة. احنا شايفين اليوم الزفتي وصلت للحي. طلع اول شيء يعني بدي اوجه تحية لأهل هذا الحي اللي اندل على شيء بدل لما بكون تعاون بين اي حي وبين إدارة البلدية، ففي نهاية المطاف كل حي بيحصل على كامل حقوقه. بهاي الفرصة بدي اشكر المطاول الاخ مراد ابو صالح، بدي اشكر الاخوة الجيران سكان هذا الحي اللي إلي القصد الاكبر، لانه لما انا حكيت على تعاون فلولا هذا التعاون المثمر ما وصلنا لهي النتيجة انه احنا نزفت حارة كاملة. فعلشان هيك انا بدي اشكر سكان هذا الحي، بدي اشد على ايديهن وبدي اقول لاهل بلدنا انه خلي الغير يكون على التنافس مين بدي يعطي لبلده اكثر. مهم جدا نتنافس على العطاء، وكل واحد صدقني لو بدفع اليوم 1000 شيكل او 2000 شيكل بشرط انه نطور الحي اللي هو ساكن فيه بالتعاون مع البلدية في نهاية المطاف، بلدنا كيف مميزة رح تظل مميزة، بس كيف بدنا نحافظ على جمال وعلى نظافة وعلى رقي هاي البلد. فبدي اقول مبروك لأهل هذا الحي، وبدي بنفس الوقت عندي جرأة على الدرلين انه استنوا اكثر من غيره. يعني لو ما كان برضو عندي الصبر وما كانت هاي الشراكة كان ممكن ما نعبدش الشارع اليوم، بس بما انه كان عندي الصبر وكان عندي التعاون التام قدرنا نصل الحمد لله رب العالمين للوضع اللي احنا وصلنا له. بدي امتي زي الفرصة اخي امين من خلال موقعك واقول لأهل بلدنا كل عام وهن بألف خير، بوجه لين دعوة بكرة إن شاء الله الساعة 9 رح يكون افتتاح لمبنى بلدية سخنين. الدعوة عامة، مهم جدا يعرفوا الكل الدعوة عامة، في الشرقي في الغربي في هذا له انتماء حزبي وهذا له انتماء عائلي، لأنه المبنى البلدية هو لكل أهل سخنين. فكل عام وأهلنا وإخوتنا وهن في كامل الصحة والعافية، وكل عام وهن بخير. نعم. أيضا الجيران معنا الأخ نصري أبو ريا، تحكي لنا شو انطباعك وانتم شايفين الزفت وصلت للبيوت. اول شيء بنتشكر رئيس واعضاء بلديه سخنين، بنتشكر اهل الحي جميعا، وكمان بنتشكر رجال الاعمال اللي دعمتنا نساهم بقسم بنهاض الشارع. لقينا تجاوب كثير 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 ممتاز، وقدرنا بنهايه المطاف انه نعبد هاي الشوارع كيف لازم، على اساس انه هاي الشارع تزفت لخدمه اهل بلدنا ولخدمه الجيران ككل. نتشكر كمان مره ابو محمد رئيس بلديه سخنين اللي له القسم الاكبر بهاي المساهمه. كل عام وانتم بخير لاهل سخنين ولكل الوطن العربي. بارك الله فيك. نعم تفضل. لك ايضا شكرا. نشكر الاخ مازن غنايم بالذات لانه عن جد سعد كثير بنقيم هذا المشروع لحيز التنفيذ. بتامل تكون هاي الشراكه زي ما حكى الاخ مازن هي بدايه، لانه هنا الحي هو حي لشبان جداد اللي كله بدنا نشتغل، كلنا بدنا نعطي عنا العطاء والانتماء لاهل البلد، ورايحين ان شاء الله نكون قد هاي المسؤوليه وقد هاي الثقه، ورح يكون تتمت لمشاريع اخرى ان شاء الله. ان شاء الله.